بسم الله الرحمن الرحيم. سنستكمل حلول الـ assignment sheet في الكورس E204، وراح نكمل الأسئلة. السؤال السادس توقفنا عنده، وهو find the equivalent resistance of the network. يبغى الـ equivalent resistance اللي هي الـ R total، أو sometimes تكون هي الـ R equivalent، المقاومة المكافئة من الدائرة الواضحة أمامنا. عندنا two resistance، هنا 6 أوم، هنا 3 أوم، ويتفرع من هنا إلى 4 أوم، يتفرع إلى 2 أوم، بعد ذلك 6 أوم، وهنا كذلك يتفرع إلى مقاومتين على التوازي 8 أوم، هنا كذلك 8 أوم، هنا A and B. فلما يقول equivalent resistance للدائرة هذه فهي RAB. RAB يعني لو جبنا أوم ميتر، جهاز لقياس الأوم ميتر، وضعناه بين النقطة A و B، راح يعطينا مقاومة مكافئة equivalent resistance or AB. في البداية عندي المقاومتين هذه على التوازي، R سميتها R12، تساوي 6 في 3 على 6 زائد 3، 18 على 9 تعطيني 2 ohm. والمقاومتين هذه كما نلاحظ التيار لو مشى فيها تيار حيمشي في الاثنين نفس التيار، راح تكون سيريز. خليني اسميها R34 حتساوي 2 زائد 6 8 أوم. لو جينا لي مقاومتين هذه سميناها R56، تكون متوازية 8 في 8 على 8 زائد 8 وتساوي 4 أوم. بعد كذا الدائرة حتبسط إلى مقاومة 2 أوم، مقاومة 4 أوم من سيريز مع 2 أوم، عفوا مع 4 أوم كذلك، هنا 8 أوم. هذه تنجمع مع بعض تعطينا 8 أوم. فال RAB تساوي 2 اللي هي 2 أوم زائدا المقاومة المكافئة من هذه الاثنين، هتصير 8 مبرر مع 8 راح تعطيني 4 أوم. إذا 2 زائد 4 تساوي 6 أوم. هذا هو الحل النهائي. السؤال السابع نفس الشيء، يبغى الـ equivalent resistance هي الدائرة الآتية. إذن يريد منا إيجاد الـ equivalent resistance أو المقاومة المكافئة للسيركت الآتية. طبعا كما قلت سابقا أنا بإمكاني أضعها بالطريقة الآتية: 6 أوم والـ2 أوم، 6 والـ2 أوم. فجينا هي كأنها سيريس في الحالة دي. بعدين البي، طيب بداية 6 تكون معها بداية 4، ونهاية 6 تكون معها نهاية 4، 4 أوم. كذلك
نهاية الستة تبدأ منها الاثنين، الثمانية أم نهايتها مع نهاية الاثنين أم. لذلك تبين لنا أن هذه مقاومتين in parallel متوازية، وسمينا هذه R12، هذه سميناها R23 R34، تكون R12 تساوي 4 في 6 على 4 زائد 6 2.4 ohm، R34 تساوي 8 في 2 على 8 زائد 2 وتعطينا 16 على 10 1.6 ohm. إذا حتعطيني مقاومتين in series، واحدة 2.4 وواحدة 1.6 ما بين ال A وال B. إذا ال RAB تساوي 2.4 زائد 1.6 وهذه حتعطيني 4 ohm حل النهائي.